بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يماني من شركة كرييتيف جروب. في الفيديو ده هنتكلم عن البريفرنسز والحاجات الجديدة اللي زادت على اوتوكاد 2018 الى حد ما كانتش موجودة في النسخ اللي قبل كده. في حاجات كانت موجودة في 2017 وفي حاجات استحدثت خالص مش موجودة في اي حاجة غير في 2018. طيب، رقم واحد واهم حاجة فيهم كلهم ان انا دلوقتي بقى عندي امكانية ان انا ادخل فايل بي دي اف على الاوتوكاد. دي حاجة كانت موجودة في 2017 وفضلت موجودة ومكملة معانا في 2018. طيب، فايل بي دي اف ده اللي انا بدخله للبرنامج، البرنامج ممكن يفهمه على اساس ان هو صورة وممكن يفهمه على اساس ان هو خطوط، والخطوط دي ابتدي ان انا اكمل عليها شغل وكل حاجة تمشي عندي عادي خالص. هعمل حاجة زي كده ازاي؟ هاجي عند قائمة هوم، اهو دي اللي بفتح عندها البرنامج. انا هدخل على قائمة انسرت، هلاقي عندي هنا بي دي اف امبورت، هختار بي دي اف امبورت من هنا. البرنامج هيفتح لك الويندوز بتاعك ويقول لك شاور لي على المكان اللي انت حاطط فيه الفايل اللي انت عايز تدخله. انا مثلا حاطه على الديسكتوب في النيو فولدر ده، هختار الفايل بتاعي من هنا واقول له اوبن. طيب، الفايل اول ما هيجي معاك هتلاقي ان البرنامج بيقول لك ان اسم الفايل كذا، بعد كده السكيل هو حاطط له قيمه ان السكيل بتاعه واحد، يعني زي ما هو مرسوم زي ما هو هينزله لك. اللايرز، البرنامج عنده امكانيه ان هو لو الفايل ده كان معمول بلايرز اساسا البرنامج هيقرا اللايرز بتاعته، فهو هنا بيقول لك اللايرز يوز بي دي اف لايرز، انا هنزله بنفس اللايرز اللي كان محطوط عليها في البي دي اف، او ان انا هعمل كرييت اوبجكت لايرز، ان انا هعمل للاوبجكت ده لايرز خاصه بيه، او ان انا هقول له كارنت لاير، فلما اقول له كارنت لاير هينزله لي على اللاير اللي انا دلوقتي مشغلها او اللاير اللي انا مخليها دلوقتي اكتف. انا مثلا هقول له يوز بي دي اف لايرز. بعد كده البي دي اف داتا تو امبورت، ودي مهمه جدا. لو انا انزل الفايل ده على اساس ان هو خطوط يبقى انا لازم لما انا اجي انزله اتاكد ان انا معلم على فيكتور جيومتري، معلم على دي، تمام. سوليد فيلز وترو تايب تكست مش هتفرق معايا في حاجه، اهم حاجه عندي ان انا ابقى معلم على فيكتور جيومتري. السوليد فيلز والترو تايب تكست مش هحس بالفرق بتاعها قوي. راستر ايمج دي بستخدمها امتى؟ لما هكون هدخل صور على البرنامج من خلال البي دي اف، يعني مش هدخلها بقى اكس ريف او مش هدخلها زي ما انا دخلتها المره اللي فاتت كده في الحته بتاعت اتاتش، لا انا هدخلها من خلال ان هي بي دي اف. بعد كده في حاجه تحت او في اكتر من اوبشنز كده، حاجات اسمها الامبورت اوبشنز. اولهم امبورت اس بلوك، انت هتدخل البي دي اف بتاعتك دي اساس ان هي بلوك، انا مش هعلم عليها. جوين لاين اند ارك سيجمنتس، يعني لو عندي لاين وبعد اللاين ده في ارك المفروض ان هم كانوا مربوطين في بعض اعمل لهم جوين، فانا هقول له خلاص مفيش مشكله اعملهم لي جوين، خليها لي جوين. كونفرت سوليد فيلز تو هاتشز، يعني اي حاجه سوليد، اي سوليد فيل او اي هاتش كان معمول سوليد احوله لهاتش عادي، فانا هقول له يس انا هخليها كونفرت سوليد فيلز تو هاتش. بعد كده ابلاي لاين ويت بروبرتيز، لو انا كنت عامل او لو الفايل كان فيه لاين ويت وهو بيطبع ادخل لاين ويت اخليه يظهر. واخيرا انفر لاين تايبس فروم كولينر داش، يعني انا لو ظهر عندي حاجات خطوط فيها داش انا عايزها ان هي تظهر معايا مفيش فيها مشكله، تمام. هو هنا بيديني معلومات عن الصوره، والاوبشنز اللي هنا مش هتلاقي فيها حاجه قويه قوي انت محتاج تعدلها، لان الاوبشنز اللي هنا هي نفس الاوبشنز اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده. انا هقول له اوكي، هياخد ثواني عشان يحول او يعمل كونفرتنج للفايل بتاعك ده، يحوله من فايل بي دي اف يحوله لشكل زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده. هتلاقي ان الفايل بتاعك نزل زي ما انتم شايفين كده اهو. طيب، انا دلوقتي عايز ابتدي ان انا اظبط الفايل بتاعي ده. اول حاجه اعملها ممكن ان انا اروح جاي عامل كده واقول له روتيت ار او سبيس، وابتدي ان انا اعمل له روتيشن حوالين نقطه معينه بحيث ان انا اخلي الشكل بتاعي شكله منطقي كده مثلا. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه انا ببقى محتاج ان انا اسكل الشكل بتاعي، اعمل له سكيل. طب انا هعمل سكيل ازاي؟ هعمل سيلكت اول، تمام، وبعد كده هقول له اس سي سبيس، حدد البيس بوينت، حددها في نص الشكل، حددها هنا مثلا. بعد كده هاجي من تحت اقول له ريفرنس، هشوف طول من الاطوال اللي اوريدي موجوده. انا شايف ان الطول ده اي طول فيهم، يعني مثلا محتاجين طول بس يكون واضح، الطول ده المفروض ان هو يكون بيساوي 3، هروح انا جاي عامل كده اول نقطه ودايس هنا تاني نقطه، تمام. هيقول لي سبيسيفاي نيو لينث، هقول له انا محتاج ان الطول ده يكون بيساوي 3، هقول له 3 انتر. كده انا سكلت الرسمه على الابعاد المفروض ان هي مرسومه بيها، ما بقاش فيها عندي اي مشاكل، تمام. يبقى انا كده عرفت ان انا ازاي ادخل فايل بي دي اف على البرنامج، الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. وبعد ما هدخله هبتدي ان انا اعمل له سكيل.
دي كده اول حاجة احنا اتعلمناها او اول حاجة زادت على البرنامج في الحاجات الجديدة. ايه تاني حاجة؟ قبل كده لما انا كنت بفتح اي بروبرتي من البروبرتيز اللي تحت في الكاستمايزيشن بار، يعني انا لو جيت هنا كده مثلا قلت له تراكنج سيتنجز، كانت الويندو دي لما بتفتح هي بتنزل بابعاد ثابته ما اقدرش ان انا اتحرك فيها، ولما بكون عايز ان انا ابدل من واحده او من ريبون لريبون الحاجات اللي موجوده تحت كنت لازم ان انا اغيرهم من فوق او ان انا ادوس على الاسهم دي. دلوقتي بقى في امكانيه ان انا اعمل لهم ستريتش زي ما انتم شايفين كده، الكلام ده كله ما كانش موجود قبل كده. صحيح ممكن تكون مش خاصية مهمة، بس مفيش مانع ان احنا نعرف ايه الحاجات الجديدة اللي زادت عندي في البرنامج في النسخة الجديدة. تمام؟ طيب حاجة كمان، انا دلوقتي الفايل بتاعي لما كان بيفتح وكنت مثلا باجي اشتغل على اي حاجة في اي ريبون، مثلا انا شغال على ريبون انسيرت وعايز اعرف الحاجة اللي انا هعمل لها امبورت دي هنزلها على انهي لاير، فكنت محتاج ان انا الاول ارجع هوم عشان اشوف الكرنت لاير واتاكد ان هي اللاير اللي انا عاوزها. طب هل في حل جديد ظهر في 2018؟ اه، الحل الجديد ان انا ممكن اجي من هنا كده ادوس كليك شمال واخلي التاب بتاعت اللايرز تظهر معايا فوق اهو، هتظهر لي فوق في الكويك اكسس، اقدر ان انا اعرف اللاير اللي انا المفروض شغال عليها من وانا موجود في اي ريبون. يعني انا دلوقتي لو جيت قلت له بي دي اف امبورت وهنزل اي فايل هبقى عارف ان الفايل ده لما هينزل على اللاير الكرنت اللي هي لاير 0. طبعا البي دي اف لايرز هي اللي ظاهره عندنا هنا، يعني بي دي اف تكست بي دي اف وولز اقدر ان انا اعدل فيهم زي ما انا عاوز. تمام، دي كده تاني حاجه ظهرت معانا. تالت حاجه ودي برده حاجه مهمه جدا وكنا قلناها في اول سيشن خالص او تاني سيشن، موضوع الاكستنشن، ان انت وانت شغال دلوقتي اي حاجه هتتسيف بيتعمل لها سيف على اوتوكاد 2018. لحد نسخه 2017 كان كل الحاجات بيتعمل لها سيف على نسخه 2013، يعني احدث نسخه للسيف هي نسخه 2013، لكن بنزول 2018 بقت بتسيف الشغل بتاعك على 2018. فالناس تاخد بالها، لان في الغالب هتلاقي ناس كتير ما بتتعاملش على 2018 في الفتره الاولى من نزول الفيرجن، فلازم ان احنا ندخل على الاوبشنز ونعدل في الاكستنشن. طب الكلام ده اعمله منين؟ هدخل على اوبشنز اهو، هدخل على اوبن اند سيف هشوف الفايل بتاعي بيتسيف على كام. هنا انا مخليه سايف على 2013 لان هي كانت اخر احدث حاجه نزلت، لكن في 2018 هتلاقي ان انت عندك حاجه اسمها اوتوكاد 2018 دي دبليو جي تقدر تسيف الشغل بتاعك عليها زي ما انتم شايفين كده. تمام، دي معظم الحاجات اللي زادت وظهرت معانا في النسخه الجديده ل 2018. وفي حاجه كمان، حاجه اخيره وحاجه مهمه، ان انا شغال في النسخ القديمه اللي قبل كده كنت ممكن لو انا راسم مثلا اللاين هنا بالوضع ده وراسم مثلا سيركل في الحته دي وعايز اعمل سيلكشن من اول اللاين واعدي على السيركل، فلو انا كنت عملت كده وابتديت ان انا اتحرك لحد ما اوصل للسيركل كنت لما اجي هنا ادوس كليك شمال، طالما الويندو اوف سيلكشن اولها مش ظاهر معايا في الرسمه، لو انا كنت دوست كليك شمال هنا في النسخ القديمه كنت بروح على ان اللاين السيلكشن اتشال من عليه، لكن في نسخه 2018 زي ما انتم شايفين هو عمل سيلكشن على اللاين وعمل سيلكشن على الدايره. ودي حاجه مهمه جدا وبتفرق جدا مع الناس اللي بتبقى شغاله على البرنامج كتير وعارفه ان هي كانت حاجه قبل كده مؤرقه لكن المشكله بتاعتها اتحلت في النسخ او في النسخه الجديده بتاعه 2018. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.